لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الحمد لله الذي شرف بيته وأعظم قصده وأكرم وفده. أسأل الذي تفضل بالوصول أن يتمم بالقبول. اللهم كما أنعمت فتمم. وكما خصصت فعمم وهيئ سبيلا الى بيتك لكل مسلم. حياكم الله وفد الله، حجاج بيت الله الحرام، مع هذه الحلقه الجديده من برنامجكم في ضيافه الرحمن. في الحلقه الماضيه كنا وقفنا عند غروب شمس يوم عرفه. ذلك اليوم الاغر وتلك البقعه الطاهره التي يحن اليها قلب كل مسلم. كيف لا ومنها خلقنا كما ذكر ابن الاثير في كتابه الرائع الماتع تحريك الغرام الساكن الى اشرف الاماكن ان تلك القبضه التي خلق الله منها ادم كانت من عرفه لذلك كل عبد ذي فطره سليمه وقلب سوي يميل بفطرته ويهوي فؤاده الى تلك البقاع الطاهره لا ينبغي للعبد ان يضيع ذلك الوقت بما يضيعه يعني من لا يعرف قدرا لوقته ولا ليومه ولا لمكانه الذي هو فيه ولا لموقفه الذي هو فيه فقد يرى في الحج من اضاع ذلك الوقت في كثره الطعام والشراب فامضى يومه على طوابير الحمامات والمراحيض حاشاكم او ممن امضى وقته في لعب الورق او يعني التسليه واضاعه الوقت ويرى ان مجرد وقوفه في عرفات حقق به المقصد فما كل من طرق باب الله سبحانه وتعالى نال من الله سبحانه وتعالى القبول غربت شمس يوم عرفه هنا يقع اعظم اخطاء الحج فبعض الحجيج قد يكون جاء الى عرفه من يوم الترويه وبات في عرفه وامضى يوم عرفه حتى غربت شمسه صار عنده شيء من الملل من الروتين الموجود أو أحب أن يخرج من المكان، أو صار عنده تشوف لأن ينهي الركن الذي يلي الوقوف بعرفة، فلذلك يتعجل بالخروج من أرض عرفة، وهذه مشكلة كبيرة كما تعلمون، فالإمام مالك قال بأن من خرج من عرفة قبل تمام غروب الشمس فلا حج له، طبعا هذا هذا الراي عند المالكيه خلافا لما قال به الجمهور الذين قالوا بانه واجب ويجبر بدم، لكن بما ان احد الامام الائمه الثقات المعتبرين الذين نحاول ان نحج على مذهبه ما استطعنا ما لم يعني تدفعنا المشقه الى الاخذ ببعض الرخص، قال بان من نفر بعرفات قبل غروب قرص الشمس كاملا فلا حج له. هذا أدعى أن أتروى بالخروج من عرفة وإن إذا نظرنا إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم تروى عند الخروج من عرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت شمس ذلك اليوم استوى على بعيره وانتظر فصار الناس ينظرون ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر حتى جاء اسامه بن زيد الحب ابن الحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام الاسود النحيل فركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم اردفه النبي على راحلته ثم مضى صلى الله عليه وسلم كان في هذا المشهد يراقب بعض الاعراب بعض حديثي العهد بالدين فقالوا حبسنا لاجل هذا الغلام حبسنا لاجل غلامه ولا يعرفون ان هذا الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يرض النبي أن ينفر إلا وحبه أسامة بن زيد معه رضي الله عنه وإنا نشهد الله أننا نحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المشهد يريك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستعجلا وإن كان الإنسان خلق من عجل لكن في هذا الموقف التروي التروي وما ان انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لبى ثم قال ايها الناس السكينه السكينه ترووا ترووا لكن بالمقابل وصف الواصفون ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كان صلى الله عليه وسلم يمشي العنق يعني هو اقل الاسراع يعني لا يسمى مسرعا ولا يسمى متمهلا هذا بعد أن نفر صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من عرفات فإن وجد فجوة نصة يعني إذا وجد فسحة أمامه أسرع قليلا ترك الحبل لدابته لتسرع قليلا بحيث يملأ هذه الفجوة يعني كان صلى الله عليه وسلم يميل إلى النص النص هو الارتفاع ومنه تسمى المنصة منصة لأنها مرتفعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع سرعته إذا وجد أمامه فجوة لكن الأصل أنه يمشي العنق يعني لا يسمى مسرعا إنما بجد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة ليس البر بالإيضاع يعني ليس البر بالإسراع على الطريق وقف النبي صلى الله عليه وسلم توضأ جاءه سيدنا أسامة بن زيد وقال يا رسول الله الصلاة الصلاة ألا نصلي المغرب؟ لم نصلي المغرب في عرفة فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك أو في رواية المصلى أمامك حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة فأمرهم بالصلاة أذن المؤذن وصلوا المغرب ثم أمرهم بأن تحط الرحال وتبرك الجمال هذا يعني أخذ قريبا من ربع ساعة ثم أقيمت الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نام كما يروي جابر وبالمناسبة لعل من من أعظم الأحاديث التي رويت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعها هي حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فقال ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني هناك اختلاف للعلماء هل صلى النبي الوتر او لم يصلي؟ بما ان جابر قال صلى النبي صلى الله عليه، صلى النبي العشاء ثم نام ولم يصلي شيئا، يا ترى هل استيقظ النبي قبل الفجر وصلى الوتر او لا؟ بعض اهل العلم ذهب الى ان الانسان لا يصلي الوتر ليله العيد، الحاج يعني، لكن جمهور اهل العلم على ان ال الامر لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل ان النبي صلى، وما نقل ان النبي نهى عن الصلاه، فالاصل ان احمل المساله على عاده النبي صلى الله عليه وسلم، عاده النبي انه يصلي من الليل ويصلي الوتر في سفره وحضره صلى الله عليه وسلم، لذلك بما انه لم ينقل لي حديث يقول لي بان لا اصلي الوتر، انا اصليها حملا على عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في وقت مبكر، فهناك خطأ قد يقع به الحاج في مزدلفه ألا وهو النوم عن قيام الليل أو ترك صلاة الوتر وفي الوقت فسحة أو صلاة الفجر قبل وقتها، الحديث في ظاهره لمن يعني لم يلم باللغة العربية قد يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل وقته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفجر قبل وقته هذا محال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر باول وقته في مزدلفه من الجيد ان يلتقط الحاج الحصات التي سيرمي بها جمره العقبه من المزدلفه فهذا ايسر لكن ربما توجه معظم الناس الى التقاط الحصى في مزدلفه هذا يجعل من المشقه ان تجد الحصى المطلوبه لترمي بها جمره العقبه وبالتالي اذا ايها الحاج ما وجدت فسحه ما وجدت يعني الجمار المناسبة في مزدلفة فلا تجهد نفسك ولا تكلف نفسك أن تلتقطها في مزدلفة إن شاء الله في الأمر فسحة لعل هذه النفرة هي من أهم محطات الحج طبعا المبيت بمزدلفة خلافا لجماهير أهل العلم قال بعضهم أنه ركن لكثره ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ولانه قال للاعرابي من صلى معنا صلاتنا هذه يقصد صلاه الفجر ووقف في عرفه ساعه من ليل او نهار فقد اتم حجه وان الله تعالى قال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وقال في ايه اخرى واذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام هو في مزدلفة كما تعلمون ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفكره ان المبيت يعني بمزدلفة يعني عندنا نعم انه المبيت بعرفه هو سنه عفوا المبيت بمزدلفة هو سنه, هو سنة نعم الحط الرحال بها هو واجب راينا أيوة في مذهبنا مذهب الامام مالك نعم عليه رحمه نعم الله واجب بمعنى لو وضع الانسان يعني رحاله فقد صلى واكل ما كتب الله له يعني طعامه نعم. ثم ارتاح بعض الشيء يعني ب يعني ساعه من الزمن هو نعم. كافي لان يكون قد ادى الواجب نعم. الفكره التي اود ان اوصلها دكتوره ان عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الموقف واهتمامه فيه والتفاته اليه ووصف القران له وأمر الحجيج بالذكر عند المشعر الحرام علما أن الذكر هو أعظم مقاصد الحج كما تعلمين هذا جعل بعض أهل العلم خلافا يعني ما ذهب إليه جماهير الفقهاء أن يظنوا بأن المبيت بمزدلفة هو ركن وهو ليس بركن نعم يقينا الـ 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 القول بانه واجب في بعض المذاهب وانه سنه في بعضها الاخر، اظن نعم. هذه الرحله تحتاج الى بعض الرحله من من عرفه الى مزدلفه والمبيت فيها يحتاج يعني الى توجيه اكثر واضافات، نعم. الله يجزيك الخير اذا كان طيب. ثم اضافه تضيفينها جزاك الله خير. طيب. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الاخيار. في الحقيقه ربما استاذ رباح افضت في الحديث جزاك الله خيرا ولكن ربما اقف انا بعض الوقفات هكذا بالنسبه لعرفه ولو رجعت الى عرفه ويحزننا فراق عرفه في الحقيقه ان عرفه قبل ان نخرج منها يعني اريد ان اوصي حجاجنا الميامين ان يتذكروا امرين اثنين الاول ان تتذكر مقامك عند ربك في ذلك الموقف الله سبحانه وتعالى باه بك الملائكة شرف عظيم جدا لا تنساه يا حاج ومن شرفك ومقامك عند الله سبحانه وتعالى انك اصبحت يعني بشفاعتك او لا تشفع لنفسك فقط وانما تشفع لغيرك ايضا الله لا يردك مكسور الخاطر يقبل منك ويقبل لمن توسطت لهم عند الله تبارك وتعالى هذا مقام جد رفيع والامر الثاني الا تنسى كسرة قلبك امام الله تبارك وتعالى لا تنسى خضوعك وخشوعك وذلك بين يدي الله تبارك وتعالى انت تحتاج هذا فيما بعد كزاد لقلبك نزولنا كما قال الاستاذ من عرفه يعني الذين يذهبون مع البعثه لا باس بذلك فهم يركبون يعني يذهبون يعني راكبين فلا خوف عليهم وانما نؤكد دائما على مساله تحقق الغروب بمعنى حتى يغيب قرص الشمس الاحمر تماما. لذلك الذين ينفرون على اقدامهم كما قلنا نوصي بمساله السكينه والوقار فلا يندفعوا في المجموعه الاولى، دائما المجموعه الاولى تندفع بشكل عفوي كانه فيضان وفعلا افيض عبادي مغفورا لكم، فاذا افضتم من عرفات فيضان سيول بشريه تنزل لها هيبه عجيبه جدا في في انفسنا. ذلك اتمنى ان الحاج الذي يستطيع ان يمشي على قدميه الا يعني يحرم نفسه من هذا يعني المقام المهيب جدا في نفسه، لكن قلنا كما نوصي ونعيد يعني توصية بان نمشي في سكينه ووقار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر فان البر ليس بالايضاع، بمعنى بالاسراع. هذا الاسراع يدل على ماذا لان النبي قال هذا الحديث متى عندما سمع زجرا شديدا وضربا خلفه وصوتا للابل وغير ذلك بان معنى الناس دخلوا في بعضهم البعض بعض كما يحدث في النفره الاولى اليوم فلذلك يستحيل وجود الخشوع ووجود السكينه والوقار دون خشوع القلب بمعنى كثره الذكر وانت تنشغل بذكر الله وبالتلبيه وبشتى اصناف الاذكار التي تحدثنا عنها سابقا هذا الذي يطبع شكلك وسيرك بالخشوع نعم. او بالسكينه والوقار والاصل لأنه خارج من عرفات خارج نعم. من يعني من اعظم اركان الحج وقد اشتفت روحه فيخرج يعني بسكينه في نركز على هذه المساله جدا لا تندفع مع الاوائل خاصه الذين عندهم نساء رأينا فالافضل عدم الدخول في هذا الزحام الشديد الذي قد يحول الحجبات ذلك الى مساله قلنا المخاصمات والمشحنات وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى رجلا يصلي وهو يلعب في لحيته هكذا قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فالعمل كله على خشوع هذا القلب عندما نصل الى يعني مزدلفه كان الاستاذ قد فصل ولكن ننبه فقط ان الانسان قبل الطعام وقبل حط الرحال وقبل كل شيء الصلاه اولا نعم يعني يصلي الانسان شيء اول شيء, أول شيء نعم يفعله ثم بعد ذلك هناك امر وهي اننا في ليله عيد فنتذكر هذا الامر من احيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ليلتي العيد فيعني ليله عيد الاضحى وعيد الفطر فانه ماذا فانه يعني لا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب يعني يبقى قلبه حي وهي ليله عيد فنحاول ان نحييها قدر ما استطعنا واكيد سناخذ قسط من الراحه نحتاجه. وجهنا الله تبارك وتعالى في هذا المقام الشريف توجيها عظيما جدا. قال فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. اذا ركز لنا في تنبيهه في القران الكريم على مساله الذكر. ونحن ترانا بدانا يعني منذ بدايه هذا البرنامج ونحن نركز على مساله الذكر ولكن قد يتبادر لذهن بعض الناس او لاذهان بعض الناس ان الذكر لا يكون الا عند المشعر الحرام يعني مزدلفه كلها يعني تعتبر كالمشعر بمعنى الانسان الذي استطاع ان يصل المشعر الحرام فيذكر الله لا باس بذلك فان لم يستطع في اي مكان حط رحاله يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ثم الله أضاف توجيه رباني عظيم جدا حين قال واذكروه كما هداكم فالهداية نعمة من الله تبارك وتعالى والذكر المرتب على النعمة هو الشكر شكر الله فهو يوجهنا إلى شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة نعمة أن نتمينا وقوفنا في عرفة ونحن الآن يعني ننفر وننزل إلى منن فهذه نعمة من الله عظيمة جدا أن مكننا من هذا والشكر في اعتقادنا ليس باللسان فقط وانما الشكر شكر ايضا بالقلب فالشكور هو الذي يحس بانكسار قلبه وخضوعه وذله بين يدي الله تبارك وتعالى انما يثمره هذا الخشوع وهذا الذل في قلوبنا لله تبارك وتعالى ونحن نستشعر احسانه علينا تبارك وتعالى هو ماذا؟ يثمر لنا اقل شيء الرحمه اقل شيء الحياء من الله سبحانه وتعالى فنستحي ان نؤذي عباده وايضا يثمر لنا قلنا الرحمه حتى نتراحم فيما بيننا انت تحتاج يا حاج لمثل هذه المشاعر ومثل هذه الثمار الايمانيه العظيمه لانك ستدخل الى منا وستحس بمشقه شديده سنتحدث عليها ان شاء الله في حلقه يعني ربما قادمه رب ربما دكتوره من الجيد ان ندخل بعد مزدلفه يعني في يوم النحر نعم ما يقع فيه من اعمال مسألة جليلة أين نعم في يعني الدقيقتين المتبقيتين في مسألة رمي جمرة العقبة وان كان من الحقيقة هي يعني على فضلها وشرفها يعني عظيم قدرها في الحج لكننا نرى فيها يعني استثناء في السلوك نعم صحيح. وكان وكان سلوك الحاج او بعض الحجاج في منى مخالف لما يعني ينبغي منه حال احرامه وحال انكساره مم. واخباته وخضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى بدءا من التسميه منى التي سميت منى لكثره ما يمنى فيها من صحيح. الدماء نعم. ولكثره ما يراق فيها من الدماء ومنه سمي يوم النحر نعم. آه الذي ينفر فيه الحجاج الى منى يليه, يعني. نعم. يليه يوم نعم. القر وفيه يقر الحجاج نعم. فلا ينفرون فلا فلا ذهاب كيوم الترويه الى عرفه ولا ذهاب الى مزدلفه كليله يوم النحر ولا ذهاب الى منى كليله نعم. آه العيد آه وانما آه هو يوم قر يعني. نعم. نعم. ايضا منى يعني الاشهر كما قلت عند علماء اللغه انها نعم. ماخوذه من يعني ما يراق ويصب من الدماء وان كان ايضا قيل بانها سميت منا لان ادم عليه السلام تمنى على الله فيها الجنه ولانه تمنى ايضا ان يلتقي بحواء فقد نزلت هي بجده ونزل هو بالهند وقيل ان سيدنا ابراهيم عليه السلام تمنى من الله ان يكشف يعني كربته في ذبح ابنه اسماعيل عليه السلام وقيل ايضا لمن الله تبارك وتعالى على الحجاج بالمغفره وجاء ايضا قولهم ان العرب اصلا في المكان الذي يحدث فيه اجتماع تسميه منى او نعم فنحن من هذه التسميات جميل استاذ رباح ان ناخذ الصفات فاذا يعني ان ناخذ او ان نتمنى على الله الامنيات في منن وما اكثر هذه الامنيات من بين ان نتمنى من الله الجنه مثلما تمناها ابونا ادم عليه السلام الذي فارقه انسان يتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يلتقي بهذا الانسان الذي عنده كربه ومصيبه ومشاكل في حياته واحزان يتمنى على الله ان يكشف عنه هذه الكرب معم. معم. وايضا ان نكثر من امنية من الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا الذنوب جميعا اللهم امين وان كان ثمة امنية يتمناها من ادرك منا ومن حرمته الظروف منها اننا لنتمنى على الله سبحانه وتعالى ان يحفنا بالرضا وينظر الى قلوبنا نظره رضا تصلح بها ما فسد من شأننا انه ولي ذلك والقادر عليه لازلنا في منا ان شاء الله نتابع الحديث عن ذلك في حلقه قادمه فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله